جهازك تقيل جدا ومليان بملفات التيمبو والكاش. النهارده انا هخليك تصمم بنفسك برنامج احترافي تنظف بيه كل ملفات الويندوز وتمسح ملفات التيمبو والكاش. اول حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، تاني حاجه اللايك لو عايز الفيديو ده ينتشر. مش هطول عليك ويلا بينا نبدأ. من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ على طول. هنخش على جوجل، هنخش على كلاود اي اي، وهخش اقول له كرييت بروفيشنال جي اي بايثون ابلكيشن. This application function is to clean the windows from all temp and cache files, so give me full python code to create the application and make it run as administrator. اتك انت. زي ما احنا شايفين هو كده خلص الكود. هاخد الكود اللي هو الداوني ده كوبي، واخش كريت فولدر واسميه بروجكت، اخش جواه اوبن ويز فيجوال ستوديو كود، كريت فايل واسميه مين دوت بي واي عشان يبقى ملف بايثون، واحط الكود اللي هو اداهوني وسايب. اقول له بايثون مين دوت بي واي، ويلا بينا نفتح الابليكيشن. تعالي ما خدش معانا لحظات. يدين تيمب فايلز، هو بيقول ان هو مسح 119 فايل ويز 8 اف. ولو اتكيت كرين براوزر كاش هيمسح كل الكاشات اللي على الجوجل كروم واللي على الايدج. دي الملفات طبعا اللي هو مسحها. طب ارجع واقول له make it more effective application for cleaning windows. انا بقول له خليه effective اكتر في تنظيف الويندوز، وخليه يحدث الكود. وزي ما احنا شايفين هو كده خلص الكود، بس هو بيقول الاول ان انا اعمل انستول للاتنين دول. اخش فعلا اعمل لهم انستول، اقفل البرنامج واعمل لهم انستول عشان الكود الجديد يشتغل معايا. طيب هو كده خلص. اخد الكود اللي هو الداوني ده كوبي، وارجع احطه وانا بيست وسايب. هرن الابليكيشن بتاعي. بصراحة انا شايف البرنامج بقى روعة وبقى احترافي جدا، وعامل خانة للسيستم كلين اب، وعامل بارت للبراوزرز للكروم والفايرفوكس والايدج يعمل لهم كلين، وادفانسد اوبشنز لو عايز مثلا تعلم على الويندوز بالفيتش تعمل له كلين مثلا، ويقول لك كمية الملفات اللي هو مسحها والمساحة اللي بقت فاضية والسيستم كلين اب، وبتعمل التشيكات اللي انت عايزها. وعملنا البرنامج الخاص بينا، مفيش بقى اعلانات، مفيش حاجة مدفوعة. وزي ما قلت لكم ان احنا نقدر نصمم مع بعض كل حاجة من البداية للنهاية. ويا رب تكونوا استفدتوا.